أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور. حديثنا اليوم عن شفاء ابنة الكنعانية أو إيمان المرأة الكنعانية، وهذه الحادثة مأخوذة من إنجيل متى إصحاح 15 وأيضا من إنجيل مرقس الإصحاح 7، ورح نتكلم عن هذه القصة، ورح نتكلم على العبارة اللي كتير من الغير مسيحيين بهاجمونا في هذه العبارة، قول المسيح للمرأة الكنعانية: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فكأنه عاوزين يمسكوا ممسك على يسوع المسيح، ولكن بكل بساطة لو بيقرأ الشخص كل القصة وكل الحادثة إلى نهايتها بيطلع بالاستنتاج الإيجابي. فإذا كون أنه يحاول أن يجد علة على المسيح أو يهاجم هوية أو شخصية المسيح لغرض معين، فالسؤال لماذا؟ هل تخفي حقيقة أو أمرا وراء هذا الموضوع؟ ولماذا مع أن شخصية يسوع المسيح كاملة بلا عيب بشهادة الأعداء والأصدقاء، أيضا بشهادة الفلاسفة والحكماء، أن شخصية يسوع المسيح شخصية فريدة، شخصية متميزة؟